ترقب وقلق يضربان الولايات المتحدة أديا لاستنفار الدفاعات. جنود بالمليارات يستعدون لمهاجمة موطن العمسام، ليس بحراً أو جواً، إنما سيخرجون من باطن الأرض. إنهم جيش الزيز. الزيز حشرة ذات طابع خاص. يقول الخبراء إن الناس في جنوب شرقي الولايات المتحدة يستعدون لمشهد لا يتكرر كثيراً، حيث ستظهر حشرات الزيز الدورية التي تبرز عادة كل 13 عاماً بالتزامن مع حضنة أخرى تخرج في دورة مدتها 17 عاماً هذا الربيع. الظهور المزدوج لحشرات الزيز الدورية ظاهرة نادرة للحشرة المشهورة بارتفاع صوتها. حدثت آخر مرة قبل 221 عاماً في عام 1803 عندما كان توماس جيفرسون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة رئيساً لأمريكا. تنتمي فصيلة الزيز أو سيكادا إلى رتبة نصفيات الأجنحة، والتي تضم أكثر من 3000 نوع في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن العديد من الأنواع غير الموصوفة. تعشق الزيز الظلام فتعيش فيه أغلب حياتها، متخذة من جذور النباتات الموجودة تحت سطح الأرض غذاءً لها، حتى يحين الوقت المناسب عندما تصبح الأرض دافئة أواخر أبريل، فتشق المليارات منها الأرض وتتخذ طريقها صعوداً إلى الأشجار، فتنسلخ من هيكلها الخارجي مرة أخرى لتصبح حشرة بالغة تبحث عن الشريك. يبدأ نفير جيش الزيز بصفير عال يعلن عن بدء موسم تزاوجها. تضع الأنثى خلاله المئات من البيض على فروع الأشجار، وبعد إذن تموت كل الحشرات البالغة. وبعد أن يفقس البيض تسقط الحوريات الجديدة من على فروع الأشجار لتؤوي لسطح الأرض مرة أخرى، وتبدأ دورة جديدة تستمر 17 عاماً لهذه الحشرة السحرية الحالية التي يعود تاريخها إلى 4 ملايين سنة، وتنتشر المليارات منها عبر 12 ولاية تمتد من إلينوي بالغرب إلى جورجيا في الجنوب وصولاً إلى نيويورك بالشمال الشرقي.